الحباب السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون اموركم كلها مزيانه. في هذا الفيديو غنهضر لكم على واحد السيروم، واحد لو برودوي واعر خطير. هذه ثالث مره تنشريه، واعر ورخيص وما فيهش 5 اورو، 5 اورو ما فايتهاش. تتعجبي به، تقدري ديري به الوجه وتديري به الشعر، يعجبكم البنات وتا اخوان تا الدراري قدو يديروهم. اللي كان عندكم الوجه ديزيدغاتي، ما كانش فيه ليكلا، ما كانش فيه شي حاجه، تعاون. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش تخلوا لي لايك وتخلوا لي تعليق، ولا كنتي اول مره تشوف القناه تاعي مرحبا بك والف مرحبا. دير لي ابوني ودير وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. لو برودوي سيروم هو لاسيديا ليرونيك. كلشي تسمع بلاسيديا ليرونيك. انا غنقرب لكم لو برودوي. اشنا هي لاسيديا ليرونيك؟ لاسيديا ليرونيك تيديروها في برودوي كوزميتيك على قبالات التجاعيد، معروفه بزاف وتنسمعوا بها دائما من تيكونوا دايرين الاشهار لي برودوي كوزميتيك. تقولوا ليك لاسيديا ليرونيك كاين فيها واحد لو بورسونتاج، دايرينها دايرينها فوالا. المهم هاد لاسيد ديال ليرونيك هادي اللي عندي انا فيجيتال، نباتيه 100% ناتوريل، 100% نباتيه 100%، جابدينها من النبات. يعني ما كاين مناش تخافوا، يعني ماشي كيميك ولا سميتو ولا شي حاجه خايبه، اورغانيك يعني نباتيه مزيانه. هاد لاسيد ديال ليرونيك سايدغات، تترطب اونتي اج، تديريها لوجهك، تقدري ديريها في لي ماسك ولا ديريها غير بوحدك، ديريها في الشعر، المهم تتعجبي بها كما تيقولوا. هاد لاسيد ديال ليرونيك تدير تقريبا واحد 5 اورو. المهم انا ما نهضرش لكم غير على هاد لا مارك، ما نهضرش لكم على هاد لا مارك لانني ما دايرش ليها الاشهار ولا شي حاجه. اي لاسيد ديال ليرونيك لقيتوها نباتيه فيجيتال، شروها وخدموا بها. لان من تناخذوا حنايا لي برودوي كوزميتيك ولا الكريمات تاع الليل ولا الكريمات تاع النهار، تناخذوا تقولنا راه فيها واحد 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 المي واحد 1% ولا 2% ولا شي حاجه، ولكن من تكوني خيداها كونسونطري مركزه بحال هكذا تكون واحد الفعاليه اكثر. يعني تتعرفوا بان من بعد العشرينات الوجه تيتكرفس، ماشي تيتكرفس، تنقص منه ليكلا، تبدا ينقص منه الكولاجين، تيبقى ينقص منه شحال من حاجه. يعني حنا ما نهضروش على البنات 20 عام ضروري يديروها، يعني تقدري ديريها مره مره صافي كو دو بي. ولكن البنات اللي واصلين باردون، البنات اللي فايتين 25 عام ضروري تخدموا بها، تتخلي الوجه تيحمق. انا تنديرها بحال هكذا، تنغسل وجهي مع الصباح، تنديرها سميتو مع الصباح، تنديرها في الليل، تنزيد على اون كريم ايدغاتون، نقد ندير اون كريم ايدغاتون ونديرها حتى هي سوبر كونسونطري مركزه. والله العلي العظيم تحسي بسميتو بالوجه مجبد. المهم اي مارك لقيتوها كاينه ديك دو اورد اور دون de ordonnier ordonné صبرون نقرب لكم عليها. ها هي هادي 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 فوالا. هاد لا مارك انا نحاول نقرب لكم هاد لا مارك كنتو تعرفوها. ها هي راه حتى هي تتبيع مع بشي 6 بشي 6 اورو و 90. هادي اللي عندي انا رخص منها، راه تبيعوها في نصيبي، تبيعوها تتكون فيها غير لاسيد ليرونيك 100%، تكون فيها 2% وفيها بي 5 ولا بي 3. المهم كل واحد وتيدير لا كومبوزيسيون تاعها. المهم اي برودوي لقيتو فيها دو اورديناري فوالا، سميتها دو اورديناري هذه اللي وريتها لكم هنايا. المهم كاينين بزاف لي مارك هاد لاسيد ليرونيك، شروها كونسونطري، اما تخدموا بها بحال هكذا. انا تنديرها بحال هكذا، تنشدها وتنجبدها بحال هكذا. انا دابا نديرها غير في عنقي على قبالي سميتو، دايره
دايره شويه الماكياج فوالا ديروها هنايا ديروها في العنق ديروها في اللحم ديروها في الشعر زيدوا عليها شي شويه تاع الزيت افوكول زيت ارغان ولا اي حاجه ديروها في الوجه غزاله البنات يعني من تمشوا حنايا تنشروا اون كريم هيدراتونت هيدراتونت وفيها لاسيد هيالورونيك بواحد 5000 ريال ولا 25 اورو ولا شي حاجه وانتم تتعرفوا كاينه بزاف شركات بحال لوريال تتبع دي برودوي فيهم لاسيد هيالورونيك ولا دي زامبول ضحكت الفلوس والله الا ضحكت الفلوس تتبيعهم غاليين على غاليين على والو وكاين سي با كونسونطري يعني لا داكشي اللي فيها ماشي بزاف اما من تشريها بحال هكذا بحال هكذا كونسونطري سي بلو براتيك و سي بلو افيكاس ومزيانه فوالا الحباب المهم كان فيديو خفيف بالنسبه للاسيد هيالورونيك صراحه لنا انا عزيزه عليا وتنخدم بها دائما راكم تتعرفوا من تتقربي توصلي من تبداي تطلي على الربعينات وتتفوتي الثلاثينات تفوتي ثلاثينات ضروري تتولي تخدمي بدي برودوي كونسونطري بالنسبه للوجه باش يبقى شاد ليكي مزيان المهم نتمنى ان هذا النوع تاع الفيديوهات تكونوا تعجبوكم خليت لكم الصحه والراحه والعافيه وما تنساش دير لي لايك وتخلي لي تعليق ومرحبا ومرحبا والف مرحبا بكم عندي في انستغرام نخلي لكم انستغرام تاعي فوق ولا تحت تبارطاجي فيه شحال من حاجه وبعد ما تندير فيه دي جيف واي مرحبا بكم عندي خليت لكم الصحه والراحه والعافيه جو فوز امبراس تري 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 فور ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.